مهرجانات الأرز الدولية، الكل اللبنانية أكيد ناطرين مهرجانات الأرز اللي بترجع باسمها العز إلى لبنان، وبلكي مع مهرجانات الأرز ومع هالفكرة الحلوة كمان بيرجع العز والازدهار إلى كل المناطق اللبنانية. اليوم نحن بالاستوديو معنا سيدة دونيز تو يلي هي عضو بلجنة مهرجانات الأرز الدولية ومشرفة على المهرجان يلي يعني خلص التحضيرات صارت على آخر بواحد آب بيبدأ المهرجان، ومعنا السيدة منى سكر لبكي يلي هي كمان مسؤولة الإعلامية للجنة مهرجانات الأرز الدولية. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. يعني بنعرف قد ايه في جهد لنكون بأول سنة مهرجان، كل شيء جديد، كل شيء بده ينعمل من الصفر، وما في يعني خبرة سابقة لأهل المنطقة بالموضوع، فأكيد الشغلة بتكون شوي صعبة، ولكن أكيد اليوم الكل عم يحكوا بهالموضوع ومهرجانات الأرز الكل بانتظارها. خبرينا منى شوي عن الأجواء. تقليك أنه المهرجانات الأرز لا في عندهم خبرة، بس مهرجانات الأرز توقفت 50 سنة قصرياً، ومن قبل كان الأرز له عز وكانوا ينعملوا المهرجانات بقلب الأرزات. هيدي السنة أخذنا القرار، قرار العودة، بعد نتيجة عمل دؤوب يعني لنواب المنطقة من بعد ما تولوا السدة البرلمانية بال 2005. صار عنا بنى تحتية، صار عنا تحويرات، صار عنا مستشفيات، صار عنا طرقات أنها تقدر تستقبل الناس واتخذ القرار كرمال نجسد ثقافة الحياة على ثقافة الموت. هلأ بتشوفي شوي نحن عن شو عم نحكي، المنطقة قديه بتحتوي هيك إذا بدك سيت توريستيك بامتياز، يعني من القضاء كله بالوثائقي. إذا بعد شوي رح نشوفه مدام تو، رح يبدأ المهرجان بواحد آب ورح يكون مهرجان يعني غني وعلى قد التوقعات، خبرينا شوي عنه. أول شيء واحد آب هي تحية لجيش اللبناني، هالجيش اللي حامي وطننا وحامي أرزاتنا. شو أحلى من أنه نهدي الجيش بعيده أرزاتنا اللي هن شعار على علمنا. وبالحقيقة هيدي فكرة كانت رئيس اللجنة النائب ستريدا جعجع. أكبر تحية لشهداء الجيش ولمؤسسة الجيش. رح نبلش نحن بواحد آب بمادلي عملها شو اسمه، عملها ميشيل فاضل. هي هيدي تحية لكبار من الفنانين والشعراء اللي رحلوا، مثل وديع الصافي، مثل صباح، مثل جبران خي جبران، مثل سعيد عقل. هيدي المادلة عم تتجسد على المسرح بكوريغرافي من مصمم الرقص سامي الحاج. هلأ المؤلف الموسيقي رح يقدم على المسرح، رح يكون عم بيرافقه 50 موسيقي وكورس معزوفات مقطوعات من تلحين، من توزيعه ومن تلحينه. أكيد رح يكون ملك الرومانسية وائل معنا بهالنهار، وملكة الإحساس إليسا. بهالليلة بالتحديد رح يكون عريف الحفل الإعلامي وسام بريدي، ورح يكون في كلمة لرئيس اللجنة نائب سريدة جعجع. أكيد في مفاجأة بفضل ما أقول عنها هلأ، بس رح لكم أنه هيدي الليلة أصرت رئيس اللجنة أنه يكون بس مباشر حصرياً على الام تي في، لأن النائب جعجع هالمنطقة تبعيتنا كانت محرومة لخمسين سنة، حبت تضوي عليها. نعم. هلا باثنين اب، فاذا بواحد اب رح نكون لايف على الام تي في عم نشهد ابتلاء مهرجانات الارز بعد 50 صح سنة. مع انه هيدا الشيء كان ممكن ياثر على مبيعنا، بس ما اثر، نحن صرنا سولد اوت من جمعه لواحد اب، وضروري انه كل اللبنانيين يكونوا عم يشهدوا هالحدث. اكيد طبعاً. هيدا حدث بحد ذاته. باثنين اب شو رح يكون؟ باثنين اب رح يكون عندنا مشوار مع عبير نعمه وبير خليل رحمه، اكيد وجوقه الان دي يو. هلا انا بدي اكد للعالم انه هيدا منه ريسيتال ديني، بل هيدا الحين مختلفه من بلدان عالميه، يعني في موسيقى ارمنيه. نحن حبينا كونه هيدي السنه المئويه للاباده، ذكرى المئويه للاباده الارمنيه، حبينا نعمل لفته صغيره لاخواتنا الارمن. رح يكون في كمان موسيقى تليانيه، اذربيجانيه، اسبانيوليه، واكيد لبنانيه من كلمات جبران خليل جبران. هلا رح يكون في كمان الحان زكي نصيف، مرسال خليفه، عبير نعمه اكيد، اياد كنعان، واكيد بير خليل رحمه. هيدي الليله بالذات رح تكون عريفه الحفل هي الاعلاميه جوال فضول، ورح تكون في كلمه لرئيس بلديه بشري الاستاذ انطوان طوق. رح نتابع اكيد بعد شوي بكل فعاليات المهرجان الثانيه كمان، بس خلينا نشوف وثائقي بيعرفنا اكثر على اجواء التحضيرات. ميرسي. اوكي.
الريح وجبل المكمل حين يفترقان، هو يخلع قبعته البيضاء لوداع مؤقت، وهي تترك له بساطها مؤذنة أنها ستعود. امطت البساط. بين الجبل والوادي تاج لبنان، الأرز المقدس، غابة تخبرك أن الرب الذي زرعها ما زال يتعهدها. وإلى شربل القديس رفة قصيرة. هنا في بيته تدرك أن عتمة المنسكة تولد الأضواء. ومن الراهب القديس إلى طلائع الرهبان، هنا صوامع الوادي المقدس وأديرته آوت أول الرهبان في لبنان، وهم أطلوا من شرفاتها على الفردوس. كل شيء فيه سماوي الملامح. في جروفه بيوت لله. وعلى كتفيه تفترش بلدات الجبة وقراها والبطريركية المارونية سرير الجمال. وعلى أحد الكتفين يقيم جبران خليل جبران، عائداً إلى موطن قلبه، يقيم بين رسومه ولوحاته، وفي المثوى الأخير الذي اختاره بنفسه ليغمر فيه أحلامه الأبدية. وأحلام الأبدية ليست ملكاً بشرياً، فإن للماء مثلها في مغارة قاديشة قطرة قطرة، ومنذ دهور نحت الماء أحلامه. وعلى الكتف نفسه أيضاً يقيم مارجرجس، لكنه يخفي سيفه في حضرة الأطفال. الأطفال والجبل والوادي بانتظار رجوع الريح، بانتظار مغادرة الريح، بانتظار عودة الحياة. جبة بشري. يعني بعد هالوثائق الرائع بتصور ما حدا رح يطلع يحضر حفلة مهرجان مينيموم ويك اند. نعم، اصلا كل العالم عم بيطلعوا ويك اند. الاوتيلات يعني شبه فولت، اذا ما بدي اقول انه فولت على الاخر. بدي اعلق على الوثائقي، بدي اقول اكبر تحيه للمخرج ميلاد طوق على هالصور الرائعه وهالاخراج الرائع اللي هالوثائقي، من كلمات انطوان ملك طوق، من الحان زاد ملتقى، وصوت جوزيف بونصار. رائع فعلا هالوثائقي، ولكن المنطقه رائعه كمان، والوادي المقدس يعني بكفي بس تطلعي على رواق وبتشوفي كل هودي كانك بهالدوكيومنتري، منه يعني منه كثير بعيد عن الواقع. هيدا هو الواقع. في اكيد يعني المنطقه كلها بدها تتحضر لمهرجان من هالنوع، والتحضيرات جاريه يعني، ان كان الاهالي او البلديه غير لجنه المهرجان وغير نواب المنطقه، الكل بده يكونوا عم يشتغلوا لينجح مهرجان من هالنوع. خبرينا شوي. طيب التسهيلات اللي نحن عاملينها، لان احنا كونه هيدي السنه بعد تقريبا 50 سنه راجعين على المنطقه، وكون الارز كمان منه قريب، حبينا نسهل شوي للعالم طلعتهم على الارز. مشان هيك نظمنا بولمنات مكيفه من 7 محطات. نحن كنا اكيد حابين يكون في بولمنات من كل لبنان، بس ما يبخزونا العالم يعني. هالسنه جربنا من 7 محطات اللي هن بيروت، طبيه، جونيه، جبال، البطرون، طرابلس، وكسبه.
هالبولمانات رح يكون عم ينطلقوا بساعات معينة. بدي أطلب من كل العالم اللي منا حابة تطلع بسياراتها البولمان مثل ما رح يوصلها رح يرجع يرجعها، بس في تعرفة رمزية بندفعوها هي 5000 ليرة. نحن بس عملنا هالتعرفة لنقدر ننظم حالنا، نعرف حالنا بكل محطة كم بولمان بده يكون جاهز. هلا رح يكون بقلب البولمان في صبايا من بشرة، هي عم بتفسر ميزة كل بلدة، لأن نحن عنا معالم بمنطقتنا إن كان معالم دينية سياحية ثقافية كتير كبيرة، في دليل سياحي، في دليل سياحي لحديت ما يوصلوا على القضاء. أكيد بالتنسيق مع اتحاد بلدية بشرة وكل بلدية رح يكونوا باستقبال العالم من أول القضاء لحديت ما يوصلوا على أول بشرة، على شارع، على بولفار سمير فريد جعجع. هونيك طلاب القوات اللبنانية رح تستقبل العالم لتوجههم وين لازم يروحوا، لأن عاملين خطة سير نحنا لما يصير في عجقة. رح نوصل على شارع اسمه جبران خليل جبران، هونيك نحنا الكشافة نظموا معرض حرف بس لنفرجي شوي العالم شو عنا حرف يدوية بالمنطقة. أكيد دور المرأة كمان، مكتب شؤون المرأة رح يكون عندها كمان دور باستقبال الناس بالأرز. هلا بديهم يعرفوا انه على كل تيكت عم يشتروا رح يكون في بأي باركينج بدهم يصفوا العالم، عم نحكي الطالعين بسياراتهم. بدي اطلب من العالم بس تلتزم بأي باركينج، لان وقت توصل على هالباركينج من هونيك رح يكون في شاتل باص عم بينقلهم على هالموقع الرائع تبع المهرجان. ومثل ما طلعوا بسياراتهم كمان رح يرجعوا عم ينزلوا بسياراتهم عم يرجعوا ينزلوا بالبولمان. فاذا يعني التحضيرات جاريه وعم نشوف على كل حال بالصور ليلا نهارا الشغل ماشي. نعم. الاكيب اكيد كثير كبير والكل عم يشتغل. خلية نحل اذا نحل بس اكيد مميز المهرجان، حكينا عن اول جزء منه، شو بكون ثاني جزء؟ 7 آب. 7 آب رح يكون في موعد مع الضحك مع فريق ما في مثله، وكمان تنرضي الأذواق العالم كله وخاصة الشباب، جايبين فرقة من الآخر اللي هي بتأدي موسيقى الراب. 8 آب رح يكون مسك الختام مع شمس الغنية نجوى كرم مع الفنان جوزيف عطية، ورح يكون للدبكة محطة دبكة الدير الأحمر التراثية بقيادة سامي جميل. هيدي الختام. كلمة أخيرة. أول شيء أنا بدي أشكر كل الناس اللي عم يشتغلوا من وراء الكواليس، وفي كتار. بدي أشكر كل السبونسرز كمان، ما رح أذكرهم كلهم. أكيد هذا الفضل كان لرئيس اللجنة اللي قدرنا نحن، لأن نحن لاتخذ القرار اتخذ القرار بأدار لنبرش مهرجاننا، وكان تحدي كتير كبير لو ما كان نائب جعجع والحكيم كانوا هن وراء إنه هالمهرجان نحن ما كنا قدرنا أمنا فيه بهالأربع أشهر. بدي اشكر اكيد الام تي في بدي اشكرها لان وكبتنا من اول ما قررنا انه نرجع على خريطه المهرجانات. بدي اشكر اول شيء البروديوسر كمان الي رزق اللي عم بيواكبنا، واكيد بدي اشكر شكر خاص كبير للمخرج باسم كريستو اللي العالم رح تشوف بواحد اب لمساته الحلوه. يعني شكر اكيد للجميع ولكم على اعاده احياء هالمهرجانات يلي كثير يعني عندها رمزيه كبيره عند كل اللبنانيه بكل المناطق. اكيد مهرجانات يعني الارز باسمها بس بكفي. فاذا الموعد بواحد واثنين اب وبسبعه وثمانيه اب، وطبعا كل التحضيرات صارت على الاخر لاستقبال هالمهرجان واستقبال كل الناس بالارز. شكرا لوجودكم معنا واهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. ميرسي. الله يعافيك. وفي هلا متابعينا نحن وياكم مع هنيه شر، خليكم معنا.